الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفلاون مرحبا بكم في لقاء اليوم 20 سبتمبر من سنة 2024، ودائما في الأسبوع الأول من العهد الثانية المزورة لعبد المجيد تبون، واللي تفضح تصوير كبير. والمهم أنه بدأ العهدة ديال 48 ساعة بعد ما بدأ العهدة، ضرب فيها كتبي نسي جبار مهنا وجاب واحد جابه لأولاده. هاي دخول لأولاد الرئيس، حتى ولو كان جامع رئيس تاع الصح، ايبا حتى ولاد الرئيس درك يطلعوا ويحبطوا ويرقيوا وينحيوا. نعم هذه الجزائر برك. بيان جابوا مدير جديد صاحبهم، درك نعطيو التاريخ تاعو ونقدموه وتعرفوا يعني كل شيء عسي بكل موضوعية. يعني ما عندناش هنا باش نتهج مع الناس، لا نعطيهم بكل موضوعية ونقول باللي يعني التقديم تاع الجنرال السابق تجدوه في موقع لو ميديترانيان 24، معطوه لو ميديترانيان 24، تجدوه كذلك في أتاليا لأنه نفس الموضوع هنا الكافر، وتجدوه في جريدة لوبينيون. دونك قلت التعريف بالجنرال السابق اللي هو يعني راه اليوم جديد على مديرية الأمن الخارجي، تجدوه في موقع لو ميديترانيان 24.com، تجدوه في موقع أتاليا، وتجدوه في لوبينيون. وخيك يخدم أجونس دو بريس نسربي بارتو، هذه مهنتي، انا صحفي مانيش بلوغر ولا قال يوتيوبر، لا انا صحفي نكتب. وتجدوا بعد نفس المعلومات تجدوها في الكتاب اللي كنت تكلمت عليه واللي سيصدر عن قريب بمناسبه ذكرى 70 لاندلاع ثوره التحرير، واللي اسمه جزائر العرايا والسراقين والمجرمين، الجيري دي فويو دي فولور اي دي كريمينال، وسيصدر باربع لغات وممكن يصدر لغه خامسه اذا طلب الامر. الاربع لغات فرنسيه عربيه انجليزيه واسبانيه. شوفوا تفاصيل هذا الموضوع بعد ما ثاني تعرضوا الى موضوع مستشفى في الجزائر من عام 2001، من عام 2001 مستشفى في باب أحسن على بضعة كيلومترات على العاصمة يعني على وسط المدينة. شوفوا الحالة ديالو تدهشوا بالصوت والصورة، يعني ما نتكلموش احنا في الفارغ. ثاني في القوة الاقتصادية الثالثة والدولة اللي نجد فيها مثلا ولاد فايت أحسن من سويسرا، في بالرقي دودان ما يعرفوش يديروه، رامونتيزم ما يعرفوش يديروه. شوفوها ثاني بالصورة. هذا يعني المواضيع اللي نتكلموا فيها اليوم. قبل ما ندخلوا في التفاصيل بطبيعة الحال وكما اعتدنا نسلموا على دو ياسمين من الألمان اللي خرجتنا الأولى،
كذلك نشوفوا من الفوق في مقدمة الترتيب دولي نشوفوا من الفوق على معلش من الفوق مصطفى بحماني راه كلخلو بوباي وانا على بالي علاش بوباي كلخلو بوباي سي دوبي دوبلا لي زيبينار هكذا ولا ما كانش بوباي دونك بوباي دوبلا لي زيبينار وديباسا مصطفى الحماني ورضا بن المدينه راهو دائما موراهم مور شتاركهم ويزيد بن عبيد خونا جديد مرحبا بك معنا وكذلك عبد العزيز فوزير وحميد معزوزي و رشيد زكري حميد تكفى ولكن لا جو لا بوم دين ست فولا الراجل بالليل عينيه حاطين في الارض عبدنا تقول يلعبها مين ايه باش حد يلعبها مي فوق يدور جوان فيل باش يعاود يسترجع عقله سمعت خويا حميد اسمو يدور جوان فيل راجل تاع الكفوف خونا علي الشباح تحية لك والخونا حسن الشنوفي وجمال بدلواد وسلمنا على كامل حومتي فهمت وليد حومتي وكذلك خونا بومدين فور الله يسلمك العوبي مرزاق بدلواد زوزانا انت لافا عليكم السلام الور محمد دمران حمدان جيبو بوكس زاكيس جوني جدمو خويا حمدان سليمان الشيا و انا شاطون بيان سور كوم توجور وخليل الغليظ نظن حسين الشريفي وموسى مغدي القوة الهاربة نعم موسى كرود سعيد جعفر تحية لكم جميعا وإلى كريم راجدي وحفيظ عدني والعياش بشير منفلوطي وتوفيق حسين داي وليلى خمري كذلك دونك مساءك بخير رسمكم برياحكم سي هشام جمعة مباركة ولك أيضا قلنا لبون لبون وفؤاد داودي ومحمد أش تحية لكم جميعا أيها الإخوان والأخوات وندخل في تفاصيل هذه المواضيع بعد أجينجا.